على الكوره ما فيش، احنا مش عايزين نخفق ان احنا او نيجي على فرقه الاسماعيلي، هي فرقه كويسه قوي. الراجل ده وصول الكابتن كابتن شريف انت بتتكلم كده، وصول فريق النادي الاهلي لاستاد القاهره، طبعا الاول مره بقى لنا فتره نبقى متواجدين في استاد القاهره ان شاء الله يرجعوا للمساحات والاداءات. وانا كنت براهن على احمد فتحي النهارده في المساحات دي انه هيكون ليه شكل كويس. اتفضل كابتن. انا عايز ارجع لك لفرقه النادي الاهلي. حصل ان كالديرون ده عمل واحده سما شوطه فريتم كده جت في العارضه دي بجانب الكره اللي انت بتقول عليها بتاعت الشناوي. دول كورتين صحوا فرقه الاهلي، حسسوهم بالخطر، وفعلا احنا بنقابل فرقه من احسن فرق الموجوده في الدوري. صحيح، بل ان كان ان هم احسن فرقه، هم والمصري الحقيقه بيقدموا مقاولين عرب السنه دي شكل جميل جدا. ف ايه اللي حصل في الملعب يا فاروق؟ لقينا لعيبه النادي الاهلي بتتحرر من اماكنها، لقينا لعيبه بتعمل سويتشات مع بعض، لقينا سوليه بيجري سبرنت من ناحيه الليفت في نص الملعب وينطلق جوه ويكون له الحظ انه تلاقي الكوره بتتلعب له باص وحطها كويس قوي. هي مش مساله ان الراجل عدته او اي حاجه، لا، ده في واحد عنده اصرار يا كابتن فاروق انه بيعمل سبرنت من نص الملعب راح يجيب جول، راح يكمل الهجمه معاهم وهو عارف انها هتتلعب له، مش بختك ابو بكيت يعني. فده اللي انا عجبني في فرقه نادي الاهلي، التحرر اللي بيحصل في الملعب. شفنا قد ايه صبر الرحيل مصمم على انه يكمل في وسط الملعب الثاني ويلعب كور في عرضيه خطيره جدا لنادي الاسماعيلي. هو ده اللي بيوقف الهجوم اللي عليك من الناحيه الثانيه. انت النهارده ما فرقتك بتبقى فايقه والاجناب بتبقى شغاله والاثنين اللي في النص عبد الله السعيد واجاييه وازارو بيستقبلوا اي حاجه واستقدام الناس. يعني لو تشوف كل ماتش وكل هجمه في مباراه الاسماعيلي طول الماتش اربعه خمسه عندك في ال 18 بتاعك عايزين يجيبوا جوال، وجابوا اسهل الاجوال. يمكن حاولوا ان هم يخشوا مع مؤمن مع الدنيا كلها تلعب ونشوف التغييرات اللي حصلت ونشوف كلها عندهم مبدا واحد. النهارده في اصرار يا كابتن ربيع ان هم يكونوا جوه ال 18، وهي الزياده العدديه دي يا كابتن فاروق اللي بتدي لك الامل ان انت دايما حتى لو بتتاخر بجون مع اي فرقه انك انت بتعود وبتعود سهل.